السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يونت 10 ريفيو، المراجعة بتاعتنا مهمة جدا. تعالوا نشوف المراجعة. Do you know you can use words to talk about train travel؟ الآن أنت تستطيع تستخدم كلمات لكي تتحدث عن سفر القطار، السفر بالقطار. Match to make sentences، أصل لتعمل أو تصنع جمل. Number one، You buy a return ticket. أنت بتشتري تذكرة ذهاب وعودة. هوصلها بمين؟ If you are coming back by train. إذا أنت تعود مرة أخرى بالقطار. يبقى لو أنت راجع أو عايد بالقطار هشتري تذكرة ذهاب وعودة وهو هيحلها لك بمين. طيب، You want a train with air conditioning. أنت تريد قطار مع جهاز تكييف. هعمل ايه؟ for your train to arrive، لقطارك ان يصل. ينفع اقول كده؟ انت عايز قطار بتكييف، اقول له لقطارك ان يصل. ايه ده؟ اقول له so that the carriage will be cool inside. ها، اقول له ها لكي ان تكون، لكي او حتى العربة تكون، سوف تكون ان تكون باردة في الداخل. ها، يبقى ناخد اللي هي عشان العربة تبقى باردة ساقعة. في تكييف عشان تكون عربة تبقى باردة، لو في أكل هيبقى بارد. طيب، تلاتة، You buy a ticket for an express train. أنت بتشتري تذكرة لقطار سريع. أقول له إيه؟ لقطارك أن يصل، ولا إذا لم تجمع الأولى، ولا دي خلاص حليناها. يقول له يبقى إذا أنت تريد أن تدخر نقود، ولا إذا أنت تريد الرحلة الأسرع. طبعا أنا عايز أشتري تذكرة لقطر سريع عشان الرحلة تبقى سريعة. يبقى دي هحط فيها إيه؟ طب فور، You have to wait on the platform. أنت مضطر أن تنتظر على الرصيف بتاع القطار. ها، أقول له لقطارك أن يصل. طبعا هستنى عشان القطر يوصل. يبقى هعمل هنا إيه؟ إيه؟ You book economy class. أنت بتحجز درجة اقتصادية. ليه؟ ها؟ إذا أنت مش غير دي، إذا أنت تريد أن تدخر money، تحجز إيه؟ توفر الفلوس. قال لي بعد كده use the present simple and present continuous to talk about the future. استخدم المضارع البسيط والمضارع المستمر لكي تتحدث عن المستقبل. قال لي complete the dialogue with the present simple or continuous form of the verbs in brackets. أكمل الحوار باستخدام المضارع البسيط أو المستمر من أشكال المضارع البسيط أو المستمر من الأفعال في الأقواس، ما بين الأقواس. هدى بتقول hello سلمى، what are you doing next weekend؟ ليه اخترنا are you doing؟ هي بتسألها سؤال arrangement للمستقبل. next عشان في هنا next weekend، الأسبوع، نهاية الأسبوع القادمة، يبقى استخدمت present continuous عشان دي لسه هو هيعملها. ما جيش أقول له إيه what does you what do you do. هنا بسأل هو إيه، هو بيفعل ده في المضارع البسيط. طيب، سلمى قالت إيه؟ I not go to a party. هتقول طبعا اللي يجي بعد I am و go دي هتضيف لها I ing. طيب، my uncle and aunt، عمي وعمتي، not have a family party at their house so we not travel there on Thursday night by coach. هنا برضو باخد بقول my uncle، اقول له are، واضيف الفعل are ing، لان احنا بنتكلم عن المستقبل في المضارع المستمر، علشان هنا دوت انا حاجه جهزتها وحاجه رتبتها ان انا اعملها. رتبت ان انا هروح الحفله، وعمي وعمتي رتبوا ان هم يبقى عندهم حفله في منزلهم. are having
وعشان كده احنا رتبنا ان نسافر يوم الخميس في الليل. So we not there on Thursday night by coach. كوتش الحافلة. أقوله كده are only في الفلاينجيت by travel. What time؟ بسأل سؤال عن اللي عن الجدول الزمني. What time؟ أنا أقول له إيه؟ The coach go. كوتش ده اسم مفرد. يبقى هسأل بدو أو بداز في المضارع البسيط. يبقى أقول له does the coach go. طب سلمى بتقول it not leave at 6 p.m. ده وقت فترة زمنية جدول متجدول على إنه يمشي الساعة 6. برضه بستخدم المضارع البسيط. أضيف للفعل ده إس يبقى ليفز. أضيف للفعل إس ل إي أي في إي إس. And we not arrive 2 hours later. برضه دي جدول زمني. بوصل فيما بعد بعد ساعتين يبقى arrive. تفضل زي ما هي عشان ده اسم جمع. بعد كده بيقول لي buy a train ticket. اشتري تذكرة قطار. Complete the dialogue. أكمل الحوار. Express يعني سريع. Long يعني فترة طويلة. Much يعني اللي هو كثيرا أو كمية أو بسأل عن السعر. Next يعني الثاني بلاتفورم يعني رصيف القطار. Single يعني مفرد أو ذهاب فقط. Passenger راكب بيقول I would like a single to Port Said. Please what time is the not train؟ قول لي أنا أفضل أو أنا أحب تذكرة ذهاب فقط إلى مينا بورت من فضلك. ما الوقت؟ اللي هيعمل إيه القطار فيها؟ وقت بقى what time is إيه؟ إكسبريس تري أو لا is the next train؟ إيه وقت القطار التالي؟ اللي دلوقتي يعني القطار الجاي هيوصل هيجي في قد إيه؟ طيب المساعد assistant بيقول له there is a not train in half an hour. هناك نقط قطار في خلال نصف ساعة. أقول له قطار سريع. قطار سريع. ما ينفعش أقول له قطار طويل. ولا ينفع أقول له قطار كثير. ولا ينفع أقول له قطار رصيف قطار. طيب. الراكب بيقول له how much is that please. كم إيه؟ كم ثمن؟ أقول له كم ثمن القطار السريع؟ ينفع أقول له how long؟ أنا مالي how long؟ كم طول القطر دوت؟ وأنا مالي وأنا هعمل بطوله إيه؟ أو كم؟ أو how platform؟ كيف رصيف القطار؟ لا طبعًا. قال له it is only 20 20 جنيه في الدرجة الاقتصادية. طالما كمان فيها عندي 20 هنا جنيه يبقى انا هقول له برضه ماتش اللي هو كام ثمن. الراكب بيقول له هاو نوت داز ات تيك. هاو نوت داز ات تيك. هاو نوت داز ات تيك. كم هو ايه يستغرق؟ يستغرق بسأل بهاو لونج. كم المدة؟ قال له it arrives after an hour. it leaves from not four. هو يصل بعد ساعة واحدة. هو يغادر من نقط. ها من نقط فور. ها هو يغادر من ايه؟ من رصيف قطار الرابع. طيب ديكشنري سكيلز مهارات القاموس. ديكشنري ديفينيشن ديفينيشنز اند اكزامبلز ار فيري يوزفل فور ليرنينج ذا ديفرنسز بتوين ووردز وذ سيميلر مينينجز. معاني تعريفات القاموس والامثله هي مهمة جدا لتعليم الاختلافات بين كلمات التي معها معاني متشابهة. تشابه في المعاني. هنا بيقول journey ده اسم معناها traveling from one place to another especially over a long distance. معناها السفر من مكان واحد إلى الآخر خاصة طوال وقت أو فترة أو مسافة طويلة. trip رحلة برضو ده عبارة عن noun يعني اسم. A short journey to a place and back again. هي رحلة قصيرة إلى مكان وعودة منه مرة أخرى. ده الفرق بين journey و trip. إن journey لسفر من مكان إلى آخر ودي بتبقى رحلة طويلة لمسافة طويلة. التانية a short journey رحلة قصيرة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.